أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خطت خطوات رائدة نحو التطوير والبناء سابقت بها الوقت والزمن لتكون دوما في مصاف الدول المحتضنة للتنمية. جاء ذلك لدى إلقاء معاليها الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي نظمته صحيفة البلاد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وفي مستهل الكلمة رفع معالي أسمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي لها مكانة خاصة في قلب كل مواطن بحريني محب لوطنه ومخلص لقيادته. وأضاف معاليه أن الجهود المقدرة لفريق البحرين نتج عنها حماية مجتمعنا من التداعيات والآثار الصحية لهذا الفيروس وهي خطوات قادتنا نحو بر الأمان أملا في الوصول إلى التعافي الصحي التام. أما التعافي الاقتصادي فهو قصة نجاح أخرى لفريق البحرين الذي استجاب على الفور للدعوة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله في الكلمة السامية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب لأصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وشدد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على أن إعلان مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي قد جاء في الوقت المناسب وأن الخطة تؤكد على إصرار مملكة البحرين على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية واعدة وتجسد كذلك تطلع المملكة لمستقبل باهر أكثر قوة وصلابة. لقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة نحو التطوير والبناء سابقت بها الوقت والزمن لتكون دوماً في مصاف الدول المحتضنة للتنمية والمشجعة على الإبداع والابتكار فركزت كافة جهودها التنموية في الاستثمار في رأس المال الحقيقي المستدام ألا وهو أبناء هذا الوطن الذين هم عدته وثروته وعتاده إن الناظر بعين الإنصاف والمتأمل بإمعان في بحرين الأمس وبحرين اليوم سيجد أن ثمة فرقا شاسعا شهدته المملكة خلال العقدين الماضيين في مظاهر الإصلاح والتقدم الحضاري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني فالشواهد كثيرة والقرائن عديدة لا يسع المجال لذكرها لقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد قيادة واعية قادرة على تقدير الأمور بروية وضعها في نصابها الصحيح كما أفاء عز وجل علينا بفضله وتوفيقه في مختلف المواقف والظروف فمكننا بفضل قيادة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتكاتف مؤسساتنا الدستورية وتلاحم شعبنا الوفي من تجاوز المحن ومواجهة أحلك التحديات والظروف بعزيمة لا تخضع ولا تلين أبدا ولا أدل من ذلك مما أظهره فريق البحرين من شجاعة وبسالة التصدي بآفة العصر وعدو البشرية الفتاك مرض فيروس كورونا